السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. اليوم سنعمل وحدة بزهرة في قمة الروعة. وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو، وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية. ثم نرتفع منها بسلسلة واحدة. والآن سنبدأ بالدور الأول. في نفس هذه الحلقة سنشتغل فيها 8 غرز حشو. 1 و8. والآن سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة، ثم نقفل بمزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها الدور. والآن سنبدأ بالدور الثاني. نرتفع ب3 سلاسل كعمود بلفة، ثم عمود بلفة في نفس هذه الغرزة الأولى. هكذا أصبح لدينا غرزة تزايد في أول غرزة. والآن مباشرة إلى الغرزة التالية ونشتغل فيها غرزة تزايد عمود بلفة واحدة. 1 و2. وهكذا سنكرر في كل غرزة، سنشتغل فيها غرزة تزايد، وسيكون لدينا في نهاية الدور 16 غرزة. عندما نصل إلى نهاية الدور سنقف بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الثالث في أي غرزة. نلف الخيط حول الإبرة ونشتغل 3 أعمدة بلفة. واحد، 2 و3. نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، نترك غرزة ثم إلى الغرزة التالية وبنفس الطريقة 3 أعمدة بلفة. 1 2 و3. وهكذا سنكرر. نرتفع بسلسلة واحدة، نترك غرزة 3 أعمدة بلفة في الغرزة التي تليها. سنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور، وسنحصل على 8 مجموعات بهذا الشكل. عندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، نترك آخر غرزة هنا ثم منزلقة في أول عمود بلفة بدأنا منها الدور بهذا الشكل. والآن نرتفع بسلسلتين ولن نقص الخيط. سنغير لون الخيط، والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الرابع هنا. سنعود إلى الدور الثاني. سنشتغل في هذه الغرزة المتروكة الموجودة بين المجموعات بهذا الشكل. مثلا عند هذه الغرزة سنبدأ مباشرة بعمود بلفة، ندخل الإبرة هكذا ونشتغل عمود بلفة بهذا الشكل. نخرج من حلقتين ثم قبل أن نكمل العمود بلفة سنعود إلى الدور هنا الثالث في هذا الفراغ مباشرة فوقه، ندخل الإبرة بهذا الشكل ثم نسحب حلقة هكذا، ثم نخرج من آخر حلقتين من على الإبرة بهذا الشكل. ثم سنرتفع ب4 سلاسل كفراغ. 1 2 3 و4. وسنكرر مباشرة إلى الغرزة المتروكة في الدور الثاني وعمود بلفة، ندخل الإبرة بهذا الشكل، نسحب حلقة هكذا، ثم نلف الخيط حول الإبرة ونخرج من حلقتين. يتبقى لدينا حلقتين قبل أن نكمل الغرزة. سنعود إلى الدور الثالث هنا في هذا الفراغ مكون من سلسلة، ندخل الإبرة هكذا ثم نسحب حلقة
بهذا الشكل ونسحبها من جميع الحلقات الموجودة من على الإبرة هكذا. وهكذا سنكرر، نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ، نعود إلى الدور الثاني هنا في هذه الغرزة المتروكة ونشتغل فيها عمود بلفة، ندخل الإبرة في الغرزة هكذا، نسحب حلقة، نلف الخيط ونسحب ونخرج من حلقتين، ولن نكمل الغرزة، سنعود إلى الدور الثالث هنا في هذا الفراغ مكون من سلسلة، ندخل إبرة هكذا ونسحب حلقة ثم نخرج من جميع الحلقات الموجودة على الإبرة بهذا الشكل. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. حسنا، هكذا إذا وصلنا إلى نقطة البداية لا ننسى يجب أن نرجع بهذا الخيط الأول هكذا إلى الخلف، ثم نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ هكذا إلى الخلف، ثم سنعود ونكرر. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بأربعة سلاسل ونقفل بمنزلقة في أول عمود بلفة بدأنا منها الدور بهذا الشكل. والآن سنرتفع بسلسلتين وسنترك الخيط الثاني، والآن سنعود إلى الخيط الأول بهذا الشكل وسنبدأ بالدور الخامس هنا لدينا سلسلتين، سنرتفع بسلسلة ثالثة وهكذا سيكون لدينا عمود بلفة. والآن سنترك الحلقة هنا وسنعود إلى الدور الرابع بهذا الشكل، سندخل الإبرة أسفل هذه السلسلة وسنسحب حلقة العمل هكذا إلى الأمام بهذا الشكل، سحبنا العمود بلفة إلى الأمام. هذا العمود الأول مشغول في أول عمود في هذه المجموعة المكون من ثلاثة أعمدة. إذن في العمود الثاني أو الغرزة الثانية سنشتغل فيها غرزة تزايد عمود بلفة هكذا، لن نجمع هذا الفراغ، هذه السلسلة لن نجمعها مع العمل، سندعها هكذا في الخلف ونشتغل غرزة تزايد، واحد اثنان، ثم عمود بلفة في آخر عمود بلفة في هذه المجموعة بهذا الشكل هكذا، أصبح لدينا أربعة أعمدة. ثم سنرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التالية المكون من ثلاثة أعمدة وسنكرر نفس الطريقة، في أول عمود سنشتغل فيه عمود بلفة واحدة فقط بهذا الشكل، لن نجمع هذه السلاسل معها ثم غرزة تزايد في العمود الثاني واحد واثنان، ثم عمود بلفة في العمود الثالث، أربعة أعمدة متتالية، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين وسنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. ولا ننسى دائما الخيط الثاني سنجعله في الخلف بهذا الشكل وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور نرتفع بثلاثة سلاسل ثم سنترك اللون الأول، والآن سنعود إلى اللون الثاني هنا لدينا سلسلتين، سنرتفع بسلسلة ثالثة وهذه تعتبر عمود بلفة، والآن سنترك حلقة العمل بهذا الشكل وسنعود هنا ندخل الإبرة بهذا الشكل ونسحب العمود بلفة إلى الأمام هكذا، ثم بهذا الشكل سندخل الإبرة في هذا الفراغ وغرزة حشو
ثم سنعود إلى نفس هذه الغرزة التي صعدنا منها بثلاثة سلاسل، وسنشتغل عمود بلفة ثاني هكذا، نسحب حلقة، نخرج من حلقتين، وقبل أن نكمل الغرزة سنعود هكذا إلى الفراغ نفسه الموجود في الدور الخامس بهذا الشكل، ونسحب حلقة ونخرج من جميع الحلقات. هكذا أصبح لدينا في الفراغ الواحد عمودين بلفة. والآن سنرتفع بخمسة سلاسل كفراغ، 1، 2، 3، 4، و5. والآن إلى العمود التالي بنفس اللون سنكرر، سنشتغل فيه عمودين بلفة. ندخل الإبرة هكذا، عمود بلفة بهذا الشكل، وقبل أن نكمل سنعود هكذا إلى الدور الخامس في الفراغ المكون من سلسلتين بهذا الشكل. سنجمع هذا الفراغ، نسحب الحلقة الخيط من حلقتين هكذا، نعود مرة أخرى بنفس الطريقة في نفس الغرزة، عمود بلفة نخرج من حلقتين، وقبل أن نكمل الغرزة سنعود إلى نفس هذا الفراغ ونسحب حلقة بهذا الشكل، عمودين بلفة في نفس الفراغ. وهكذا سنكرر، نرتفع بخمسة سلاسل إلى العمود التالي بنفس الطريقة، عمودين بلفة. هكذا عمود بلفة، وقبل أن نكمل الغرزة سنعود إلى الدور الخامس هكذا، نسحب حلقة ونخرج من جميع الحلقات، نعود مرة أخرى عمود بلفة في نفس هذه الغرزة. نخرج من حلقتين أولا، وقبل أن نكمل الغرزة نعود إلى الفراغ الموجود في الدور الخامس بهذا الشكل، ونسحب حلقة ثم نخرج من جميع الحلقات من على الإبرة، ثم نعود ونرتفع بخمسة سلاسل، نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. ولا ننسى دائما نقطة البداية سنرجعها كذا إلى الخلف، خلف العمل دائما ستكون. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بخمسة سلاسل ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور. ثم سنرتفع بثلاثة سلاسل وسنترك الخيط. والآن سنعود إلى الخيط الأول وسنبدأ بالدور السابع. هنا لدينا ثلاثة سلاسل تعتبر عمود بلفة. والآن سنترك حلقة العمل، سندخل إبرة هكذا من أسفل الدور السادس بهذا الشكل، ونسحب العمود بلفة إلى الأمام كما فعلنا سابقا بهذا الشكل. سنرتفع هكذا بسلسلة لنثبت العمود بلفة هكذا. والآن هنا يوجد لدينا أربعة أعمدة، هذه مشغولة في أول عمود، عمود بلفة في الغرزة التالية، ننتبه ألا نجمع هذا الفراغ معهم. ثم في الغرزة الثالثة سنشتغل غرزة تزايد، 1 و2، وفي الغرزة الرابعة عمود بلفة واحدة فقط. هكذا سيصبح لدينا في هذه المجموعة الواحدة خمسة أعمدة بلفة. ثم سنرتفع بسلسلتين كفراغ وسنعود ونكرر مباشرة إلى المجموعة التالية، أربعة أعمدة بلفة، سنشتغل عمود بلفة في غرزتين متتاليتين1 و2، وفي الغرزة الثالثة غرزة تزايد 1 و2، وفي آخر غرزة عمود بلفة واحدة فقط، خمس أعمدة بلفة في المجموعة الواحدة. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين
وإلى المجموعة التالية، وبهذه الطريقة سنكرر حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور. والآن سنبدأ بالدور الثامن، لن نغير الخيط، سنستمر بهذا اللون، نرتفع بسلسلة. والآن يوجد لدينا هنا أربعة أعمدة، في العمود الأول سنشتغل فيه نصف عمود بلفة. بهذا الشكل. ثم سنترك العمود الثاني وسنشتغل في العمود الثالث الأوسط. سنشتغل فيه عمودين بلفة. واحد. واثنان. ثم في نفس هذه الغرزة سنشتغل عمود بلفة ممتد. نخرج من حلقة واحدة فقط، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين. بهذا الشكل. ثم في نفس هذه الغرزة أيضا سنشتغل فيه عمود بلفتين. نخرج من حلقتين، حلقتين، حلقتين. والآن سنعود في نفس هذه الغرزة أيضا، سنشتغل عمود بلفة ممتد. نخرج أولا من حلقة واحدة فقط، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين. وأيضا في نفس هذه الغرزة عمودين بلفة. واحد في نفس الغرزة. اثنان. يتبقى لدينا هنا غرزتين، سنترك الغرزة التالية وفي الغرزة الأخيرة نصف عمود بلفة. بهذا الشكل ستكون البتلة الأولى انتهت. ثم سنرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التالية، وسنكرر نفس الطريقة، خمسة أعمدة بلفة، سنشتغل في العمود الأول نصف عمود بلفة. ثم سنترك الغرزة التالية الثانية وفي الغرزة الثالثة الوسطى سنشتغل فيها عمودين بلفة. واحد. واثنان. عمود بلفة ممتد في نفس الغرزة. نخرج أولا من حلقة واحدة، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين. نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة ونشتغل فيها عمود بلفتين. نخرج من حلقتين، حلقتين، حلقتين. مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمود بلفة ممتد. نخرج أولا من حلقة، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين. ومرة أخرى إلى نفس الغرزة وعمودين بلفة. واحد. واثنان. يتبقى لدينا غرزتين في نهاية هذه المجموعة، سنترك الغرزة التالية ومباشرة إلى الغرزة الأخيرة ونصف عمود بلفة. ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التالية، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في أول نصف عمود بلفة بدأنا منها الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنعود للون الثاني. هنا ارتفعنا بثلاثة سلاسل كعمود بلفة. الآن سنسحب العمود بلفة هكذا إلى الأمام، ندخل الإبرة هكذا أسفل الفراغ المكون من سلسلتين في الدور السابع بهذا الشكل، ونسحب العمود بلفة إلى الأمام هكذا. ثم سنرتفع بسلسلة لنثبت هذا العمود في الدور الثامن. هذا العمود إذن مشغول في أول عمود موجود في الدور السادس. سنأتي إلى الغرزة الثانية الموجودة في الدور السادس ونشتغل فيه غرزة تزايد عمود بلفة. ندخل إبرة هكذا في الغرزة مع عمود بلفة. نخرج أولا من حلقتين، وقبل أن نكمل الغرزة سنعود للدور الثامن. هنا الدور الثامن نسحب حلقة ونخرج من حلقتين هكذا. مرة أخرى في نفس الغرزة عمود بلفة. نخرج من حلقتين، وقبل أن نكمل الغرزة نعود إلى الدور الثامن
بهذا الشكل في الفراغ المكون من سلسلتين، نسحب حلقة هكذا، أصبح لدينا ثلاثة أعمدة بلفة. والآن نأتي إلى البتلة هذه الثانية التالية، نطبقها هكذا إلى الأمام، سنعود هكذا إلى الخلف. يوجد لدينا هنا فراغ بنفس اللون مكون من خمسة سلاسل، سنشتغل فيه خمسة أعمدة بلفة. واحد وخمسة بهذا الشكل خلف البتلة. والآن سنعود ونكرر. هنا سنعود إلى الدور السادس بنفس الطريقة، سنكرر. لدينا هنا غرزتين، سنشتغل عمود بلفة واحدة في الغرزة الأولى بهذا الشكل، وقبل أن نكمل الغرزة سنعود هنا إلى الدور الثامن. هنا في هذا الفراغ مكون من سلسلتين، نسحب حلقة ثم نخرج من آخر حلقتين من على الإبرة بهذا الشكل. سنشتغل في الغرزة الثانية عمودين بلفة بنفس الطريقة. نخرج من حلقتين، قبل أن نكمل نعود للدور الثامن في الفراغ، نسحب حلقة مرة أخرى في نفس الغرزة الثانية، نعود للدور الثامن وفي الفراغ ونسحب حلقة هكذا، ثم نطبق البتلة التالية إلى الأمام هكذا، وسنعود إلى الخلف. يوجد لدينا هنا فراغ مكون من خمسة سلاسل، سنشتغل فيه خمسة أعمدة بلفة. واحد وخمسة، ثم سنعود هكذا مباشرة إلى الأمام، وسنشتغل في الدور السادس بنفس الطريقة والخطوات السابقة، سنكرر حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمزلقة هنا في السلسلة التي ربطنا فيها الدور الثامن بالعمود الأول هنا بهذا الشكل. والآن سنبدأ في تكوين زوايا هذه الوحدة. سنبدأ بالدور العاشر مباشرة، نرتفع بسلسلة ثم غرزة حشو في نفس هذه الغرزة الأولى. يتبقى لدينا هنا غرزتين سنشتغل فيها غرزة حشو، واحد واثنان. والآن سنأتي إلى هذه الغرزة الخامسة الموجودة خلف البتلة، سنشتغل فقط في أربعة غرز. غرزة حشو، واحد اثنان ثلاثة وأربعة بهذا الشكل. والآن في هذه الجزئية سنكون زاوية. سنبدأ أولا هنا في هذه الغرزة الأخيرة نصف عمود بلفة ثم سنأتي إلى هذه الأعمدة الثلاثة الموجودة بين البتلات. في أول عمود عمود بلفة واحدة فقط، ثم في الغرزة الثانية مباشرة سنشتغل فيها عمودين بلفة، واحد واثنان. نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الثانية ونشتغل فيها عمودين بلفة، واحد واثنان. ثم في العمود الثالث والأخير سنشتغل فيه عمود بلفة واحدة ثم نطبق البتلة التالية. وفي أول عمود موجود خلف البتلة سنشتغل فيه نصف عمود بلفة بهذا الشكل. حصلنا على أول زاوية في هذه الوحدة، ثم سنشتغل غرزة حشو الآن
في 11 غرزة متتالية حتى نصل إلى هذه المجموعة، وسنكون فيها الزاوية بنفس الطريقة. هنا يوجد لدينا خلف كل بتلة 5 أعمدة بلفة. اشتغلنا في أول غرزة نصف عمود بلفة، والآن غرزة حشو. نبدأ من العمود الثاني، 1 2 3 و4. وصلنا هكذا إلى المجموعة المكونة من 3 أعمدة. نكمل غرزة حشو، 5 6 و7. والآن إلى البتلة التالية 5 أعمدة بلفة، سنشتغل في 4، في 4 غرز فقط، غرزة حشو، 8 9 10 و11. يتبقى لدينا هنا آخر عمود بلفة مشغول خلف البتلة. هنا سنبدأ بتكوين زاوية بنفس الطريقة. سنبدأ بنصف عمود بلفة، ثم هكذا في المجموعة الثالثة في أول عمود عمود بلفة واحدة فقط، والآن في العمود الثاني الأوسط سنكون الزاوية، عمودين بلفة، 1 و2. نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الثانية ونشتغل فيها عمودين بلفة، 1 و2، ثم عمود بلفة في العمود الثالث والأخير في هذه المجموعة، ثم خلف البتلة في أول غرزة سنشتغل فيها نصف عمود بلفة، ثم سنشتغل غرزة حشو في 11 غرزة متتالية، وسنصل إلى هذه المجموعة التالية ونكون زاوية، وبنفس الطريقة سنكرر حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها الدور. والآن سنبدأ بالدور 11، نرتفع بسلسلة. هذه الغرزة هنا مشغولة في فوق هذه العمود الأول في هذه المجموعة، سنشتغل فيها نصف عمود بلفة، ثم نصف عمود بلفة في غرزتين متتاليتين فوق هذه المجموعة، 1 2، بهذا الشكل نصف عمود بلفة، 3 غرز نصف عمود بلفة مشغولة فوق هذه المجموعة. والآن من الغرزة التالية حتى الغرز الموجودة قبل الزاوية في جميع هذه الغرز سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة. هذه أول غرزة، 1 و8، بهذا الشكل وصلنا هكذا إلى الزاوية المكونة من سلسلتين سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة. نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية وعمود بلفة واحدة فقط. والآن سنعود ونكرر، سنشتغل عمود بلفة واحدة في جميع هذه الغرز، ستكون 8 غرز. وعندما نصل إلى هذه المجموعة المكون من 3 غرز فقط فوقها سنشتغل نصف عمود بلفة فقط في هذه الجزئية، نصف عمود بلفة. عمود بلفة، 1 و8، بهذا الشكل 8 أعمدة. وصلنا هكذا إلى هذه الغرزة المشغولة فوق هذه المجموعة المكونة من 3 أعمدة. هنا سنشتغل فقط نصف عمود بلفة، 1 2 و3، ثم سنعود ونشتغل عمود بلفة في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى الزاوية، وفي الزاوية سنكرر نفس طريقة الزاوية الأولى، ثم
نعود ونكرر نفس الخطوات. سنشتغل عمود بلفة في جميع هذه الغرز حتى نصل فقط إلى هذه المجموعة الموجودة بين الزوايا. عند هذه المجموعة فقط سنشتغل نصف عمود بلفة. هنا كما بدأنا نصف عمود بلفة، هنا نصف عمود بلفة. أما بقية الغرز سنشتغل فيها أعمدة بلفة. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة نصف عمود بلفة بدأنا بها الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الثاني عشر والأخير مباشرة في الزاوية. نبدأ بغرزتا حشو، واحد واثنان، ثم سنشتغل غرزة حشو في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى الزاوية التالية. واحد واثنان وعشرون، وصلنا هكذا للزاوية غرزتا حشو واحد واثنان. نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية وغرزتا حشو واحد واثنان، ثم غرزة حشو في 22 غرزة، وفي الزاوية نكرر نفس الطريقة حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور لا ننسى أن نشتغل غرزتا حشو في أول زاوية بدأنا منها الدور، واحد واثنان. نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية ونقفل الدور بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى لقاء آخر مع عمل جديد وأنيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.